افتتح مدير عام شرطة العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي المبنى الجديد لإدارة حماية الأسرة والشرطة النسائية بشرطة عدن. وعقب الافتتاح أشار الشعيبي إلى أن افتتاح المبنى سيسهم في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها تعزيز قدرات العمل الأمني بالمحافظة. وأكد الشعيبي أن قيادة شرطة عدن تولي اهتماما بالشرطة النسائية بمختلف الجوانب والعمل على إشراكها وتوسيع مهامها لتشمل مختلف الأقسام والوحدات الأمنية، حاثا بضرورة تأهيل وتدريب الشرطيات بشكل جيد بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد. ولفتت مدير عام إدارة حماية الأسرة والطفل بوزارة الداخلية إلى أن المبنى يلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء وحمايتهن وتقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية المرتبطة بالتشريعات المحلية والدولية المنظمة لها. ومن جهتها ذكرت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أن افتتاح المبنى يندرج ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في بلادنا، موضحة بأن المشروع يشمل عدة مراحل ويستهدف فيها عدة محافظات.